مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نقدم لكم أحد الأسماء العربية المميزة التي تحمل في ثناياها معاني قيمة وفريدة، وباعتبارها من الأسماء الرقيقة والجميلة، ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم منال. منال اسم علم مؤنث من أصل عربي، وهو مصدر ميمي من الفعل نال ونال على ونال لي، ينول نولا ونوالا، فهو نائل وهي نائلة، يقال نال الجائزة أي حظي بها. والمنال هو كل ما يطلب تحقيقه ويقصد بلوغه ويبتغى وصوله، وما يحرز ويحقق وما يغنمه المرء، يقال ناله أوفر منال أي أعطاه أوفر العطاء. صفات حاملة هذا الاسم: إنسانة مكافحة وصاحبة شخصية عملية، جميلة الخلق والأخلاق، من يراها يحبها ويستأنس حديثها، تستطيع الوصول إلى ما تريد بسهولة ويسر، واثقة في نفسها كثيرا وتتجاهل كل ما لا يستحق، تجمع بين طبائع متناقضة لكنها تمتزج بشكل مفيد ومناسب، تثق بالآخرين سريعا وقد تخلط بين محبيها وأعدائها. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم منال؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.